يواصل معرض أهل رمضان فعالياته بالقاهرة، حيث يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة مراسل أونلايف عمر نور الدين من معرض أهل رمضان. عمر، أهلا بك وانقل لنا الصورة. شيماء، في ثاني أسابيعه ويستمر هذا المعرض في مدينة نصر أكسبو، أهلا رمضان أكسبو الذي يعني عمره 24 عاما. أهلا رمضان هذه ثاني سنة ينضم إلى معرض أكسبو السنوي. لعل الإقبال خفت قليلا أو كثيرا إن أردت، يعني مسألة الإقبال على شراء السلع كانت كبيرة جدا قبل بداية رمضان. نحو أسبوع من العاشر من هذا الشهر افتتح هذا المعرض. تنوع السلع وإتاحتها يعني وفر بشكل كبير الفرصة إلى الناس، وحتى 7 أيام كاملة قبل المعرض، وهذا أكثر من يعني هذه المدة كانت أكثر من المدة في رمضان الفائت أن يفتح المعرض قبل شهر رمضان. وصمم هذا المعرض الذي يعني يأخذ مساحة 15,000 متر، صمم هذه السنة بشكل يتيح لمليون زائر يوميا، وبالتالي في 7 أيام قبل شهر رمضان نتحدث عن متوسط كبير قد أتى بالفعل. لكن في هذه الأيام مع أول وثاني أيام رمضان بدأ الإقبال يخفت، وربما قبل الإفطار أيضا الإقبال يكون أقل. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا لك عمر نور الدين من معرض أهل رمضان، شكرا لك.